سلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب الحلو، ان شاء الله مقطعنا اليوم رح نلعب حرب السرير، بس هالمره يا شباب حرب السرير شوي مختلفه. رح نلعب حرب السرير من خنزير. شباب شفتوه مره في حياتكم سرير على شكل خنزير؟ واو والله اجي اسطوري يا شباب. فقبل لا نبدا هذا المقطع يا شباب، هل نقدر نوصل 5000 لايك؟ اذا وصلنا 5000 لايك يا شباب رح اسوي لكم بالفيديو الجاي شكل ثاني من سرير. اوكي طبعا شباب، اليوم مقطعنا رح نلعب برايفت جيم ضد رافائيل. اوكي ونشوف منه اكثر شخص راح يجيب اكثر عدد نقاط واكثر عدد كلات وزي كذا، عرفت شلون؟ واللي راح يفوز راح نعطيه جائزه والخسران راح يتعاقب. ابقوا وياي للنهايه وراح تشوفون ايش نوعيه العقاب اللي راح نعاقب بيها الخسران، عرفتوا كيف؟ فاول شيء خلينا نشتري لنا سيف ايرون حتى نقدر نجلد الورع، ونشتري لنا بعض البلوكات زياده. اوكي هو اللون حقه الجرين. هاي الجرين وينه؟ والله شكله بعيد ذا. طبعا هنا يا شباب ذا الجيم كلش اسطوري، يعني ما في جيم زي، اعتقد كل جزيرة يعني لها شو اقول لكم اياها، يعني سرير خاص فيها، عرفتوا كيف؟ هذا هو رافائيل الورع. اوكي خليه يصعد له. هاي ورع تبي تشيل سريري؟ هاي 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 هاي, هاي. رافائيل والله مطور له سيف. اوكي خلاص هذا يعني البرايفت جيم يعني كله مطورات. والله رفعته كامبو. اي 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 دقيقة. اوكي يلا يلا موت موت. اوكي خلاص جلدنا. اوكي للبيضة للبيضة، زي ما قلت لكم يا شباب يعني في كل بيضة او في شنو كل بيضة في كل جزيرة لها بيضة مختلفة. هسا خلينا نروح نستكشف مع بعض ايش هي نوعية بيضة رافائيل او بيضة الجرين باختصار. اوكي فهذا خلنا نصعد له. اوكي اوكي اسف رافائيل، اسف اسف، خلي اشوف المتابعين ايش نوعية البيضة مالتك. ممكن كابو. اوكي خلي اجاوبكم ايش نوعيه البيضه مالتك وبعدين اشيلها. اوكي يعني اوكي السرير حقه شنو البيضه؟ ايش فيني اخربط بين البيضه والسرير؟ المهم السرير على شكل كريبر. واو اوكي الله مع السلامه. اي اي اوكي تعال خلي اجلدك وخلاص، يعني الجيم الاول الي، خليك تتعاقب يا ورع. والله دمجني 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 موت 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 موت, 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 موت. جي جي او ماي جاد شباب فزنا جي جي. شوفوا الامبل شلون نزلانه. وبعدين يا شباب راح اشوفكم ايش نوعيات السرير حق اليلو، واشوفكم هواي اسره حلوات، عرفتوا كيف؟ فالجيم الاول نقطه لنا وصفر رافائيل. اوكي شباب الحلوين هسه دخلنا الجيم الثاني، وزي ما قلت لكم نقطه لي صفر رافائيل. طبعا يعتبر هو الجيم الاول يعني شوي طقطقنا عليهم حتى شوفتكم الاسره وزي كذا. السرير الثاني عندنا من سكويد شباب، هذا شو اسمه الاخطبوط، عرفت شلون؟ السرير على شكل اخطبوط. اوكي وراح نستكشف مع بعض رافائيل ايش نوعيه السرير حقه. فكالعاده يا شباب هسه خلينا نروح للجنريتر ناخذ لنا شويه بلوكات وسيف. اوكي سيف حجر حتى نقدر نذبحه. اوكي اشتريت بويجن سبيد حتى اقدر يعني شلون اقول لكم اياها، يعني اقدر ابني على السريع، عرفت شلون؟ هسه ابني على السريع واروح الجزيره ترافائيل. اوكي هم زي ما وقعت. اي اي هاي شمرت عليها البيض يا ورع. هاي هاي اوكي انسحاب 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 شباب، والله بيضتي ما مغلفها. شنو بيضتي؟ سريري ما مغلفها. هاي لا 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 والله شالها. لا رافائيل الو الو رافائيل مشغل لك ايشي لو شنو رافائيل. اي اوكي البيضة ايش فيني ويا بيضة سريرة؟ راح اروح على سريرة ونستكشفها مع بعض. اوكي سرير رافائيل حق ماجما خنشيله. يلا مع السلامة سرير ماجما. اوكي صح ما شفتونه كويس بس ما عليكم، يعني اخذته. او ماي جاد شباب اعتقد ايم ديد. اوكي يا ورع والله غدرني الورع. يلا مو مشكلة واحد واحد. خليني اشوف الفاينل كل مالتك. هي رافائيل وين الفاينل كل مالتك؟ اوكي حلو هذول الرقصات حقه كابو. يلا مو مشكله واحد واحد ضدي ضد رافائيل. يلا يلا الجيم الثالث على السريع. اوكي شباب الحلوين هسه دخلنا الجيم الثالث وهذا جيم قبل الاخير يعتبر. والله ما ادري شباب ايش قد راح نسوي من جيم، يمكن ثلاثه يعني، واكثر شخص راح يحصل اكثر عدد نقاط هو الفائز، والخسران زي ما قلت لكم راح يتعاقب. والفائز هاي شنو هذا الاشعارات؟ اوكي عندنا السرير الثاني من لاما او جمل او لاما شباب فوزيه فوزيه من هو بيعرفها فوزيه. اوكي هذا هو السرير حقنا كالعاده. خلينا ناخذ لنا شويه بلوكات 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 بلوكات، نشتري لنا بولجن. يلا جامب جامب بوست في وليتس جو ندرعم. هاي رافائيل وينه؟ ذيك جزيرته. اوكي يلا خلينا نروح نستكشف مع بعض السرير حقه شنو. واو شلون سوى كل ذا؟
والله كفو. اوكي خلينا نروح نستكشف ايش نوعيه بيضه رافائيل. شنو بيض؟ لا وقع. اوكي خلينا نستكشفها. هذا اعتقد حق القصر المعبد المياه. اوكي يلا من رسبن نشيل السرير حقه. يلا رسبن يلا تعال 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 تعال. يلا مع السلامه. اي سلام عليكم. هلا والله يلا باي باي. يا اخي والله جيم ذا ايزي يا عيال، والله اسهل جيم يعني فزت بحياتي. يلا خلينا نشوف الانفلات شلون ذا توك عن. هاي وين الانفلات؟ هاي والله فشلوني يا شباب. يلا مو مشكله، يلا الجيم الرابع ونرجع لكم. اوكي شباب الحلوين، هسه دخلنا الجيم الرابع. اعتقد شنو هذا، الرابع او الخامس والله ما ادري يا شباب. بس هسه 2-1 اني فائز على رافائيل بنقطه، عرفت شلون؟ بس اعتقد اذا فاز علي هاي المره يعني بنتنافس على نقطه اخيره، عرفتوا كيف؟ نسيت ما شوفتكم السرير. اوكي خلينا بس نشتري لنا جامبوس. اوكي السرير هاي المره من وايت سكيلتون، لو وذر سكيلتون لو وذر بوس لو ما ادري ايش اسمه، رؤوس حق الوذر سكيلتون. اوكي هاي وين رافائيل؟ الو رافائيل وين جزيرته؟ هو شنو هو؟ هو البينك. بينك وينك؟ بينك شفتك. الا 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 والله راح يدرعم علي شباب، راح يدرعم علي. بس خليه يغلف السرير. اوكي غلف لان حتى ما السرير مالتك ما ينجلد. اوكي انسوي هاي يا اخي والله هاي الجامب بوست يا اخي والله حرامات. يا ورا والله فجر ام المنطقه يا شباب. يلا هسه خلي اجي. ها شنو هذا؟ شلون سوى كل ذا البرج؟ هاي شمرت يدي. اوكي روح. يلا اني اروح اشيل سريرك همين. يا رب توقع يا رب توقع. لا والله راح اشيل سريري. يلا مو مشكله اني همين راح اشيل سريرك يا ورع. يلا مع السلامه، قول جود باي لسريرك. طبعا شباب اذا فزت عليه هذا الجيم يعني خلاص يعني اني افوز، عرفتوا كيف؟ هو يتعاقب بس ان شاء الله اقدر افوز عليه. اذا ما فزت عليه شباب ايش رايكم نسوي له انتحاري؟ لا 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 يا رب يا اخي والله مصيبه. يلا مو مشكله، يلا الجيم الاخير والله لا اجلدك في الجيم الاخير يا ورع. اوكي شباب الحلوين هسه دخلنا الجيم الاخير، بس اذا فزنا بهذا الجيم يا شباب راح نفوز، وراح نفوز على رافائيل وراح يتعاقب. بس ان شاء الله نقول نفوز، بس اذا خسرت خلاص انا اتعاقب. طبعا شباب العقاب كلش قوي يعني، فالله يستر. بس فكالعاده يا شباب نشترينا بلوكات جامبوست. اوكي هسه خليني اشوفكم السرير اليلو. يلا 3-2-1 ترى سرير من بليز على شكل بليز. اوكي اللي ما بيعرف بليز، منو ما بيعرف بليز؟ اعتقد كلياتكم تعرفون البليز. اوكي رافائيل وينه؟ البلو. اوكي وين البلو؟ جزيرة البلو. اي جزيرة البلو وين هي شباب؟ والله ما ادري شكلها بعيدة عني، فخروح لها. بس قبل لا اروح له لازم اشتري لي سيف ايرون بلوكات زيادة، لان رافائيل يعني مرات قوي مرات نوب، ما ادري ايش وضعه رافائيل. بس لازم نحطاط ونروح. شباب ايش رايكم نروح نجيب لنا ايميرالد؟ لان ذا رافائيل شكله ابد ما يبشر بخير، وصراحه ما بدي اتعاقب، ابي اني افوز حتى اخذ الجائزه مالتي. طبعا الجائزه مالتي تقدر بفلوس يعني فلوس الجائزه حقي، عرفتوا كيف؟ فش الخطه؟ دقيقه. اوكي انا اشرب لنا بوجن جامبوست. اوكي شوفوا الخطه يا شباب، اول اتشي غلسوا عليه. اوكي غلسوا عليه، اروح اول اتشي نشيل السرير حقه. اوكي ركز ابو المور. هاي شلون سوى هذا البريدج؟ اوكي هاي السرير نفس قبل شويه. اوكي والله عندي لاج يا شباب، ما ادري اللاج من وينه، اعتقد هو ملقلق. يب هو ملقلق. الحمد لله فزنا شباب، ايزي ذا الجيم ايزي، والانفلات راح يوقعان. يا اخي والله حسيت هذا الجيم بيض يعني مره، ما في حماس ابد. بس مو مشكله، اهم شيء فزنا بالجيم واخيرا راح نعاقب رافائيل. يلا شباب يلا نروح نعاقب رافائيل. يلا شباب هسه جينا لوقت العقاب. ها رافائيل مستعد للعقاب؟ رافائيل شنو؟ لا تعال لا تشرد. يلا تعال اول عقاب عندنا. تعال هنا يلا روح. يلا تفضل. يلا تعال اوقف لك هنا. يلا مع السلامه. وي باي باي، هذا العقاب الاول. تريد العقاب الثاني؟ تعال اشوفك العقاب الثاني. يلا تعال، خلاص انت خسرت بهذا التحدي، لازم تتعاقب. هاي شنو هذا؟ حولت لك راس الزومبي يا ورع. يلا تعال راح اشوفك الزومبي هسه. يلا روح وياهم. يلا روح. يلا يلا يلا, يلا. انزل شيت. يلا شيت. يلا شيت. يلا مع السلامه. يلا الله وياك. يلا موت يا ورع. يلا لازم تتعاقب انت والشو اسمه مالتك، انت والزومبيز مالتك. يلا مع السلامه، اصلا هم راح يحترقون لان خلاص يعني جو نهار يعني. يلا مع السلامه زومبي. اوكي والعقاب الثالث وش راح نسوي لك؟ اوكي حط لك ماك بفولك هنا، صدنا شويتين. اوكي يلا مستعد للعقاب الثالث.
مستعد؟ اوكي يلا 1 2 3 سوي زي كذا، يلا باي باي موت، يلا باي باي مع السلامة مع السلامة، يلا موت، يلا يلا كف يا اخي ليش طلعت؟ يلا مع السلامة، انا قتلتك بيدي. باي يا شباب حلو. هون نسيت الجائزة مالتي، هاي وينك؟ وين الجائزة مالتي؟ يلا اني لازم، لا 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 توقعني هنا، لا 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 يا ورع، والله والله راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت ورع. المهم الجائزه مالتي يا شباب رافائيل انه راح ينطيني حساب فل داتا، بس مو لي. وش اسوي بيها انا حساب فل داتا؟ هسه راح يطلع لكم الايميل والباسورد حق الحساب فل داتا، واول شخص راح ياخذه ويغير له الباسورد مالته مبروك له. اوكي راح تلقون حساب فل داتا هسه بالشاشه على السريع، يعني اول اشخاص اللي اجاهم اشعار وشافوا المقطع في البدايه هم اللي راح ياخذون هذا الحساب. فيا بشر من الحلوين اعتقد هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى اشوفكم هذا المقطع، اشوفكم مقطع صدمه من بلايك، اشتركوا في القناه لو مشتركين، وبس مع السلامه. لا وبس مع السلامه.